رضوان رشيدة ملكة، لطيفة ملكة سومية. احنا فرقة مجموعة الحباب، صحابة أغنية زيد الملك زيد زيد. الأغنية ماشي حديثة، الأغنية قديمة من عهد المغفور الله الحسن الثاني. كنا تنغنيوها في ملي تيكون الملك جي عندنا، وكنتعرضوا ليه بها زيد الملك زيد زيد، كنتعرضوا ليه بهاد الأغنية هادي. هو هاد الشيء اللي قلت لك، واقع إرهاب، واقع داعش، واقع الدراري في البطالة، واقع يعني وليتي تخرج للزنقة وتتخاف، وليتي تخرج ولادك تيخرجوا وتتخاف عليهم. هذا اللي جعلنا باش الحريق، ولادنا ولاو تيفكروا في الضيفة الثانية، تما فين بان لهم المستقبل وتما فين بانت لهم الحياة. هذا اللي جعلنا نغيروا في الكلام ديالها. والحمد لله لقات إقبال كبير داخل الوطن وخارج الوطن، لقات إقبال الحمد لله كبير عند الناس. شو غيرتم في حياتكم قبل الشهرة وبعد الشهرة؟ الحمد لله ما غادي تغير حتى حاجة، ما بغيناش احنا تغير فينا شي حاجة، بغينا نبقوا كما احنا، لا قبل الشهرة ولا بعد الشهرة. نوجه لهم بان رخصهم ينهضوا بهاد الشباب وينهضوا بالبلاد ديالنا. والحمد لله البلاد ديالنا راه ماشي قل من هاد البلدان الثانيه، بلادنا راه هي كل حاجه فيها، وبلادنا اي حاجه كاينه فيها، ولكن خاصهم يبطروا بهاد البلاد قبل ما يفوت الاوان. الملك كنقول ليه رسالتي ليه، كنقول ليه الله يحفظك لينا، والله يطول لينا في عمرك، قول هلا يضرك، وانت تاج راسنا، وبلا بيك انت ما كان سوى والو، وما تنبغوش اللي يلمس شعره من راسك، وانت تاج راسنا، وبلا بيك انت احنا ولا شيء، والله يحفظك والله يطول لينا في عمرك. الا تلاقيت معاه فاس راه حاجه ثانيه، وهذه تنتمناها في حياتي قبل موتي. كنتمنى باش نشوفه وباش نقول ليه راك عزيز وعزيز وعزيز وغالي، وانت راك تاج راسنا، وانت راك العزيز، وانت راك الغالي ديال البلاد، وبدونك حنا راه ما نكونوش، ما عندناش ما نديرو بهذا المغرب الا ما كاينش انت فيه. يعني كيفاش غادي اغنيه انا تنهضر على اللي واقع لينا؟ يعني ما كنتش منتظره البوز اولا قبل كل شيء، وما كنتش منتظره شي حاجه اللي غادي يكون مقابل ديال هذه الاغنيه. الاغنيه درتها على الاحداث اللي احنا فيها فقط، لا اكثر ولا اقل. بغيت نقول لهم وقيلا انا اكبر منهم كاملين في العمر، انا اكبر منهم كاملين، وربما ياخذوا نصيحه كان اعطاتها لهم الوالده ديالهم جميعا. الله يخليهم والله يخليهم والله يخليهم، الله يعاون كل شيء كل واحد. ولكن نظفوا كلامكم، ولكن الكلام الساقط ما عندناش ما نديروا به، ولكن الأذن ديال المغاربه راه توسخت بالكلام الساقط، وإلا نظفتوا كلامكم راه غتكونوا مقبولين اكثر واكثر، وعمر الكلام الساقط ما تيوصل. اي اغنيه بالصحه والراحه ونعاونهم عليها حتى يغنوها، ولا ما عرفوش هما يقادوها نقاد لهم الا هاد الاغنيه، وانتم مشهود عليها، والعالم العربي والمغرب كله شهود عليها. ممنوع شي واحد منعا باتا يحركها ولا يمسها ولا يحرك فيها حاجه منها، تبقى كما هي وتبقى كما هي وتبقى كما هي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ لا تختار الزمن،
المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.